فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم ترتيل الأذكار بعد الصلاة المفروضة؟ ترتيل؟ نعم، ترتيل هذا في القرآن، ورتل القرآن ترتيلا، ولا يشبه غيره بالقرآن. نعم، انتهى وفقكم الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.